خليني اسالك عن مباراه الاهلي وبالميراس، يعني مباراه مهمه جدا لانها في النهايه بتتوج فريق بميداليه من الميداليات الثلاث. شفت ازاي هزيمه بالميراس طالما انت بتحلل اداؤه ومبارياته امام تيجرس او تيجرز المكسيكي، ومتوقع ايه لمباراه الاهلي وبالميراس؟ cinco jogos do Palmeiras aqui na Libertadores. Ana شفت خمس مباريات لبالميراس في ليبرتادورس، عندهم كسبوا 3-0 في الارجنتين، لكن في مباريات باقي المباريات كانت نتائج معقوله او نتائج مش كبيره. بالنسبه لنا كانت مفاجاه الطريقه اللي دخل بها بالميراس البطوله. بالميراس لعب كتير، يعني ده العذر اللي عندهم انهم لعبوا مباريات كتير، من مباريات والسفر والاستهلاك البدني من مباراه للثانيه، فده اللي كان السبب اللي كان ادائهم ما كانش قوي. والاهلي من ناحيه ثانيه اظهر انه فرقه عندها الامكانيات، قدرت تدافع بصوره معقوله قدام البايرن، ودي حاجه مش سهله الدفاع بالصوره دي قدام بايرن ميونخ. في الوقت ما كانش عندهم نفس المستوى الفني ولا السرعه ولا الكثافه اللعب بتاعت البايرن ميونخ. قدام بالميرس الامكانيه هتبقى احسن للاهلي، لان المباراه هتبقى مفتوحه اكتر ويبقى فيها لعبه اكتر. هل شايف انها مباراه متكافئه ولا كفه بالميرس يعني بتفوق النادي الاهلي بحكم خبرته، بحكم لاعبيه، بحكم يعني نتائجه حتى في بطوله كوبا امريكا؟ كرة القدم ما حدش يقدر يتوقع فيها اللي هيحصل. كل الناس كانت متوقعة ان بايرن هيكسب 4-5 6-0، وده مش ده اللي حصل. فمن الصعب ان احنا نتكلم عن من الاسم فريق بالميرس فريق معروف عنده لاعبين ممتازين، لكن الاهلي اظهر من ناحيه ثانيه ان عنده لاعبين جيدين، عنده لاعبين عندهم المقدره الفنيه ونص الملعب في كواليتي انهم يقدروا يمسكوا استحواذ للكوره ويشتغلوا بسرعه كمان قدام بايرن ميونخ على المرتدات. فالمساله ان في لاعب في فريق تم تمرينه بصوره جيده، لكن اللي كان ناقصه بس المستوى الفني والكثافه اللعب اللي عند بايرن ميونخ. فاقدر اقول ان كل حاجه ممكن تحصل في المباراه القادمه، ما اقدرش اقول ان بالميرس هيحرز اهداف اكتر او يفوز، لان النهارده كره القدم متغيره، لان كره القدم دلوقتي الفرق لما بتتمرن بصوره جيده ممكن تكون في الدوري بتاعها مش قويه قوي، او تلاقيها كسبت فرقه متقدمه في الدوري. اخطر واهم اللاعبين مفاتيح اللعب في بالميرس من وجهه نظرك؟ لويس ادريانو اكيد لاعب مهم، لكن ما عملش اداء كبير في المباراه السابقه. المباراه كانت مهمه، كان وهو لاعب بيلعب على كذا مركز، ممكن باك رايت وممكن في اكثر مركز كمان، لكن الاسم الكبير في الفريق في كل المباريات وكل في البطوله كلها كان روي، اللي كان لاعب عنده سرعات كبيره، لعيب عنده سرعة كبيرة، بيعمل تفنيش كويس على المرمى كمان برجله اليمين وبرجله الشمال، فلاعب بيعمل العرضيات بصورة جيدة. فهو بيقدر يخترق الدفاعات الفريق المنافس وبيبقى ليه ميزة كبيرة في الهجوم. الباكين بيزيدوا في الملعب كويس جدا وبيرجعوا يدافعوا بصورة كويسة جدا لأن عندهم خبرة كبيرة وبيقدروا يلعبوا الفاولات الجانبية من بره ال 18 بصورة جيدة. هم ايه فرقة قوية من كذا من جميع